برحب بحضراتكم مرة تانية، وعندنا كلام كتير قوي لسه مكملين عن مباراة الأهلي والوداد والحلم الأكبر أفريقيا إن شاء الله التاسعة للأهلي بإذن الله. كلام كتير قوي مع كابتن عبد الله جلال، نجم من نجوم النادي الأهلي. برحب بيك يا كابتن، منورني في برنامج السادسة. أهلا وسهلا بحضرتك، وده نورك ونور السادة المشاهدين وجمهور النادي الأهلي. طيب احنا هنتكلم كتير قوي على مباراة الأهلي والوداد والأهلي بشكل عام الموسم ده، بس خليني بس سؤال كده في الأول عن حضرتك، كان إزاي تم اختيارك للعب للنادي الأهلي؟ والله في الاول يعني هي القصه كلها، يعني مش عايز اقول لك ان الحظ لعب لعبته في الوقت ده. يعني والدي الله يرحمه كان مهتم جدا بالموضوع الدراسه، وانا كنت بلعب في نادي صغير في مركز شباب السويس، ويعتبر كان المفروض ان هو اخر ماتش ليا، وكان والدي مش موافق ان انا اروح الماتش ده، وكان خلاص ده اخر حاجه، والمفروض ان انا اخش في دراستي واركز في دراستي. وشاءت الظروف ان الكابتن احمد الطيب المعلق الرياضي كان هو المدرب، هو المدير الفني بتاعي في الوقت ده، هو كان هو اللي بيدربني، اتصل بيا وقال لي ان النادي الاهلي مهتمين بيك، بس انت لازم يعني يشوفوك في مباراه. فالحمد لله عملوا مباراه وديه بين الفرقتين، والحمد لله اجدت فيها بشكل كويس، والناس اثنت عليا في النادي الاهلي. وكان في الوقت ده على ما اتذكر كان كابتن محمد وهبي هو المدير الفني لفرقه 14 سنه، وضمني في الوقت ده، وكان موجود تقريبا مستر كروفر كان هو المدير الفني لمدرسه الكوره، والحمد لله اثنى عليا بشكل كبير يعني في الوقت ده، وتم انضمامي للنادي الاهلي الحمد لله. طب كابتن، خلينا احنا دلوقتي في مرحله جديده، بيتو موسيماني مسك الفريق من فتره مش كبيره طبعا، يعني يمكن خلال العشر ايام اللي فاتوا دول. من خلال متابعتك للمباريات الثلاثه اللي لعبها الفريق تحت قياده موسيماني، امبي والمقاولين وبيراميدز، شايف ايه الاختلاف عن الفتره اللي قبلها؟ ايه اللي شايفه اتغير في الفريق الفتره الصغيره دي؟ خليني ارجع شويه ورا كده، يعني من قبل ما مستر ريني فايلر يمسك المهمه دي، دايما بتبقى اول قاعده اساسيه ان اي مدير فني بيلعب عليها هي الحته النفسيه لاي لاعب كوره، سواء صغير او كبير. المدير الفني لو قدر يتحكم في الريتم النفسي او الباع النفسي بتاع اللعيبه، اكيد هيتحكم في الريتم وهيتحكم في كل حاجه تكتيكيه او فنيه جوه الملعب. ريني فايلر اول ما جه النادي الاهلي كان يعتبر الى حد ما اللعيبه مجهده، سواء نفسيا عندها ضغوط نفسيه بسبب ضغط الماتشات والخروج من افريقيا، وفي نفس الوقت انت واخد بطوله الدوري العام يعني بعد مجهود طويل من ان انت تبقى في القاع وتوصل ان انت تاخد الدوري ده. طبيعه النادي الاهلي الحمد لله ان هو بيقاتل لاخر مباراه، فالعامل النفسي اللي بيلعب عليه اي مدير فني هو اللي بيقدر يحرك الجمل الفنيه والجمل التكتيكيه لاي مدير فني. نرجع بعد كده نعدي الموضوع شويه، ان احنا الريتم او التكتيك بتاع النادي الاهلي اتغير من مستر لسارتي لمستر فايلر لغايه ما حصل جائحة كورونا. كان التركيز كله ان انت سواء نفسيا او فنيا خلاص الفرقه نفسها سيستمت نفسها ان في رتم معين وفي تكتيك معين ماشي عليه، وفي نظام خاص بالمدير الفني ان هو ازاي عامل اللاعب بتاعه نفسيا. بعد كورونا وبعد ما الفريق رجع طبعا حصل الضربات اللي الناس كلها عارفاها، ان مستر ريني فايلر هو مركز مع اسرته والقصه، فخرج بره جو التركيز، وبالتالي اللعيبه نفسها خرجت بره الشحنه المعنويه اللي هو كان جاي بيها. هنرجع نخش على مستر موسيماني. فنيا بقى الاختلاف فنيا ونفسيا برضه. لا ما هو نفسيا هو لعب عليها نفسيا، ان هو هديكي مثل بحتت نفسيا، ان مثلا واحد زي صالح جمعه الفتره الاخيره طبعا وكله لا يخفى سر على احد ان هو قعد مع صالح جمعه واتكلم معاه، ده يدل على ان المدير الفني اي مدير فني هتلعب على الحته النفسيه مع اي لعيب كوره 50% او 60% من مستوى اللعيب بيطلع لفوق. لو انا اتكلمت بس لما يقعد مع صالح جمعه ويقول انا بدي مثل انا ماليش طبعا انا باكد كلام حضرتك انه انا ماليش دعوه باللي فات، وماليش دعوه بالسوشيال ميديا بتقول ايه، ماليش دعوه بازمتك مع المدرب اللي قبل ايه، وكل اللي يهمني ان انا شايف دلوقتي لاعب بامكانيات كويسه جدا وعايز اعتمد عليه، وهيبقى له شان تاني لو ركز في التدريبات. ده طبعا فعلا بيورينا قد ايه الراجل ده عارف يتعامل نفسيا مع اللعيبه. انا ده اللي بقول لحضرتك عليه، ان هو انت في الحاله النفسيه عند اي لعيب بتدي من 50 ل 60% من ان انا ادي المطلوب مني للمدير الفني على حسب المطلوب مني جوه الملعب. اما بقى بتتكلمي تكتيكيا او فنيا جوه الملعب، ف
ففي اضافه جديده ويمكن الى حد ما رجعنا لعصر الجيل الذهبي مستر مانويل جوزيه، ان كان في الوقت ده مستر مانويل جوزيه كان بيلعب ضغط عالي من فوق ده بشكل واضح للناس كلها. دي نمره واحد. نمره اتنين، واضح في نص الملعب ان انت بعمل جمل تكتيكيه سواء بتبدا من تحت من المدافعين او من حارس المرمى. بس خلينا نتكلم في نص الملعب، هو المحور دايما في اي جمله تكتيكيه. نص الملعب لو قدر يربط مع الدفاع في الوقت اللي انا عايز اخرج بيه هجمتي منظمه من تحت، هقدر اكمل كمان مع هجمتي سواء مع الدفاع او مع الهجوم. قدرت اسيطر على نص الملعب، اذا المدير الفني بينجح 100%، ولو في اكتر من 100% كمان هينجح. في طلوع اكتر على المرمى يا كابتن، بنطلع فيه خلق هجمات وخلق فرص. بكلمك ان هو نص الملعب، نص الملعب الفتره اللي فاتت لما كان بيضيع من النادي الاهلي، وبالذات انا بقول لك بعد جائحه كورونا دي، خلاص كان نص الملعب بيتوه. ليه؟ لان مفيش حاجه واضحه او مفيش واجبات او في التزامات من نص الملعب ان انا اديها واكمل بيها مع الناس المهاجمين بتوعي. فاصبح ان انا دلوقتي ماليش شكل هجومي، كل اللي انا بعمله ان انا بنقي الكوره، بس بنقي الكوره كده اللي هو ايه، مجرد استحواذ سلبي زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره. لكن انا بتكلم ان انا كجمل فنيه بطلع من ببدا الهجمه من اول حارس المرمى وليه استفادته، خلاص، وببدا الهجمه مع المدافعين وليهم واجبات بتنتهي ان هي اسلم الكوره لاقرب واحد في نص الملعب لازم يفضي نفسه، ودي معروفه، ده يعني واضحه للناس كلها. والجمله الاخيره بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان وجه التشابه بينه وبين الفتره اللي هي بتاعت مستر مانويل جوزيه، ان انت بتحاول تخلي اللعيبه بتلعب بتاعتك من لمسه ولمسه ولعبه. وده اللي كان يعني بقول لك وجه التشابه ووجه المقارنه بين مستر ميسوماني ومستر ريني فايلر. طيب شايف مشكله الغيابات اللي في الدفاع دي ممكن ازاي يتغلب عليها؟ والله هو نجح، يعني عايز اقول لك ان هو نجح بشكل مثلا نقول مثلا 70-80%، لان برضه ما اقدرش اقول لك نجح ب 100%، لان كل العناصر اللي لعبت في الوقت ده في خط الدفاع مش مركزها. فهو بحكم او ممكن نسميها بوجه التشابه كده، بين في فرق ما بين مطرب مغني. فالمطرب هتلاقيه بياخد ويطلع مع المقامات، لكن انا بتكلم في مثلا في لعيب بيأدي، ممكن احطه ماتش، ممكن احطه اتنين، ممكن احطه ربع ساعه، هيأدي وهيأدي على حسب المطلوب وخبرته في المكان ده وعلى قد المطلوب منه في المكان ده، لكن مش هيقدر يستمر، ما يقدرش يستمر زي اللعيب اللي هو اصلا ده مكانه. فانا عايز اقول لك ان هو نجح بنسبه 70-80%. ليه؟ لان برضو الظروف من ماتش لماتش بتختلف. يعني معلش مع احترامي لكل الفرق اللي احنا النادي الاهلي لعبها، في فرقه قويه هجوميا، في فرقه ضعيفه هجوميا، فما جاش عليك الحاجه اللي هي برضو تتحسب على ان الناس دي ادت. فانا ما اقدرش اديله العلامه الكامله، بس اقدر اقول ان هو ادى في المكان ده على قد المطلوب منه. وبالرغم من ده كله برضو هرجع اقول ان طول ما هو الاداء والريتم انا كفريق النادي الاهلي بتحكم فيه، اصبح ان اقل الاخطاء هتيجي عليا ومش هيظهر عندي عيوب في الدفاع، وده اللي كان موجود في الفتره الاخيره الحمد لله. طب ايه رايك في فكره اعتماده شويه او الدفع ببعض الناشئين، سواء شفنا العربي بدر او شادي رضوان، وقال انه ارميهم في البحر مع القروش وهم يعرفوا يعوموا؟ لا هو مش يرميهم في البحر. انا عايز اقول لك انا بتبسط جدا يعني لما يبقى في حد من ناشئين النادي الاهلي بيطلع مع الفريق الاول ويتمرن، لان الواحد بيفكر يعني بيستعيد الذكريات ان هو كان في الفتره دي برده بدا يطلع فريق اول ويتمرن ومع نجوم برضو كبيره. وفي نفس الوقت ان انا لما اخد فرصه في وسط الكوكبه دي او في وسط الاحداث دي واظهر بشكل مميز، دي بتديني دافع ان انا بعد كده مش هقول لك بقى ان انا هرضى ان انا اقعد على الدكه او ان انا اجي مع الفرقه بشكل مشرف وخلاص وانا جيت وحضرت. لا، انت يا كابتن كنت مع ناس اكبر كده منك برضو في الاهلي، صح؟ انا ظهرت مع الجيل الذهبي زي ما بيقولوا كده، كابتن ابو تريكه وكابتن محمد بركات وكابتن وائل جمعه، اتعلمت من الناس دي حاجات كتير يعني الحمد بس لله. بس بيبقى ضغط برضو ان انت بتلعب مع نجوم كبار وعايز تبان. اكيد ضغط عصبي كبير، ان انت يعني الواحد بيفكر في مليون تفكير. بس اساسا زي ايه مثلا؟
يعني اسست في كرات كلها ان انا عايز اظهر في وسط الكوكبه دي، عايز اسمي يتلمع زي اسم الناس دي، عايز اظهر باقل الاخطاء. الناس اللي هي تشاور عليا تقول مثلا لا والله اللعيب ده عبد الله جلال يعتمد عليه بشكل كبير، مش شكل ان انا زي ما قلت لحضرتك كده اللي هو ايه، انا جاي النهارده هقعد على الدكه او جاي النهارده مكمل مع الفرقه وخلاص. بس الحمد لله في ظل ان العدد والتخمه اللي كانت النجوم كان في خط الدفاع او في الفرقه بالكامل، الواحد الحمد لله مع الاجتهاد وشويه والمثابره الحمد لله الواحد قدر يظهر في وسط الناس دي كلها الحمد لله. طب لو جينا اتكلمنا على مباراه الاهلي والوداد، شايف فرص الاهلي ازاي؟ شايف الماتش ده ازاي؟ احنا كنا بنتكلم انه قد ايه البطوله دي باذن الله لو الاهلي قدر يحققها وان شاء الله تكون من نصيبنا، هيبقى ليها فرحه كبيره قوي، مش بس علشان احنا بقالنا فتره عايزين افريقيا وعايزين اللقب التاسع، ولكن كمان لانه الظروف صعبه. يعني احنا النهارده احنا بنتكلم على الفرقه ومسحه كورونا ولازم قبلها ب 48 ساعه ولسه لما يروحوا، وكمان القوه المنافسه في المربع الذهبي، وانت بتتكلم على الوداد لعب فريق قوي جدا في الدوري المغربي وكان بينافس على الدوري المغربي مع الرجاء اللي هيلعب الزمالك لحد اخر لحظه، ورجاء قدر ان هو يحسم الدوري، وبتتكلم على فريق الزمالك فريق مصري، يعني انت بتتكلم على الاول والثاني في المغرب والاول والثاني تقريبا في مصر. فالمنافسه قويه قوي، فلما بتاخد البطوله طبعا بعد منافسه قويه جدا بتفرق جدا. ولكن لو جينا نتكلم على الاوراق اللي معانا على ارض الواقع، شايف ازاي المواجهه دي ما بين الاهلي والوداد في مبدئيا كده مباراه الذهاب في المغرب؟ بص، هو مبدئيا يعني اي مباراه خارجيه بيبقى طبعا يعني بيبقى ليها حسابات خاصه. مش عايز اقول ان الثقافه القديمه اتغيرت، وبالذات اللي غيرها المستر مانو جوزيه، يمكن هو اللي حط القاعده الاساسيه ان انا عود الجماهير ان هو بره زي جوه. ليه بره؟ انا بدور على المكسب برضه. كان زمان الفرقه المصريه، معلش مع احترامي لكل الفرقه المصريه بتشارك في البتاع، نقول بره بنطلع باقل الخسائر، اتعادل سلبي اتعادل ايجابي، اخسر 1-0 مش مشكله، المهم ان انا هرجع هنا في بلدي احضر تحضير كويس قوي عشان اكسب واعوض اللي حصل فيها بره. لا دلوقتي معلش كل فرق العالم، وبالذات خلينا نتكلم بشكل خاص على النادي الاهلي، انا فريق بطل يعني انا وصلت نهائي مرتين، معلش مع احترامي لكل الفرق، وصلت سنتين ورا بعض نهائي، وللاسف مع بجانب الظروف الخاصه اللي حصلت ان احنا خسرنا النهائيين الحمد لله، ولكن هتعوض ان شاء الله في البطوله اللي جايه باذن الله. دايما الفريق البطل بيبص دايما على المكسب، لان اقل الخسائر بتاعتك دلوقتي في الوقت الحالي ان كل الفرق دايما بتدور على المكسب، لان انا كسبت خارج ارضي خلاص بس بشكل تكتيكي جداً. على ارضي انا جاي كسبان، لو خسرت خارج ارضي لا طبعا انا بقول لك انا لو كسبت بره ارضي، لو كسبت بره ارضي دي هبقى مرتاح جدا، خلاص هرجع هنا مرتاح والعب واخف الضغوط من عليا. لكن لو لا قدر الله العكس بتبقى الموضوع صعب. حاجة تانية تكتيكيا وفنيا، انت بتتكلم من ان فرقة الوداد برضو فرقة قوية، بس برضو نفس الظروف مشابهة الى حد ما، يمكن انا تابعتهم 3-4 ماتشات الفترة اللي فاتت، يعني رجوع بعد كورونا مش نفس الفرقة اللي كانت بتلعب برضو قبل كورونا، يمكن يعني كان في تقريبا ديربي بينهم من قبل كورونا، تقريبا كان تقريبا تعادلوا 4-4. الفرقة فعلا قوية، لكن بعد كورونا لا الوضع اختلف، بجانب ان هم عندهم المشاكل الإدارية، بجانب المشاكل الفنية ان في لاعيبة مشيت وفي لاعيبة انضمت، فكل ده ليه تأثير. ارجو ان يعني اعتقد ان شاء الله ممكن دي تبقى عوامل في صالح فرقتنا. احنا القصة كلها برضو فرقتنا، برضو عايز اتكلم في نقطة سريعة، يعني التكتيك بتاعنا ما اتغيرش كتير. مستر موسيماني يعني يمكن لما جه ما اضافش كتير غير اللي هو اللمسه بتاعته كمدير فني، اللي هو حته ان انا اتحكم في رتم الماتش سواء في نص الملعب او ان انا اطلع بالهجمه منظمه من تحت. دي ادت الثقه بنسبه كبيره لفرقه النادي الاهلي ان هي يبقى لها شغل معين توصل بيه لغايه ما تفنش الهجمه على المرمى. هنتكلم اكتر يا كابتن عن مباراة الاهلي والوداد، وعلى انه حضرتك شايف انه هيبقوا متأثرين بسبب المشاكل اللي عندهم الفترة اللي فاتت او بعد العودة من فترة كورونا، بس بعد الفاصل. نروح لفاصل ونرجع مرة تانية نكمل حلقتنا.
كابتن عبد الله جلال، وكان بيتكلم معايا في الفاصل انه في مشاكل في دفاع نادي الوداد من خلال متابعتك ليه يا كابتن، فقول لي كده المشاكل. والله يعني المشاكل، يعني انا بقول لحضرتك زي ما في الاول كده، قبل كورونا كان في ديربي بين الرجاء والوداد، وظهرت العيوب دي بشكل كبير. يمكن ظهرت برضو عندهم برضو قلبين الدفاع فيهم برضو لعيب كده، يعني يعتبر الى حد ما في بطيء شويه، وفي نفس الوقت عنده تهور، كان اتحسب عليهم تقريبا ضربه جزاء في الماتش ده. في نفس الوقت حتى في الماتشات اللي فاتت بيبان في الريتم بتاع ريتم الماتش، سواء في ان الفرقه بتاعته فرقه الوداد بتخرج من تحت لفوق، سواء ان هو في الحاله الدفاعيه ان هو بيخرج الكوره في عنده سنه بطء كده، بس عندهم بشكل مميز يعني الباك ليفت بتاعهم حاجه كويسه. ان شاء الله اللي هيلعب في الجبهه دي ان شاء الله يقدر يسد معاه ان شاء الله، ويبقى حاجه مميزه ويعمل عليه ماتش كويس. بس من كلام حضرتك انك مطمن، يعني مطمن للمباراه، مش حاسس ان الوداد بالقوه دي اللي احنا مثلا بنتكلم في عليها؟ في حاجتين مطمنني الصراحه، يعني اولا موضوع الجماهير، جماهير شمال افريقيا دايما بتبقى عامل اساسي مؤثر في ان اي فرقه هناك بتروح، مش عايز اقول لك تخسر او تتعادل، بس يبقى النتيجه في صالح الفرقه بتاعته. دي حاجة، يعني دي حاجة، الحاجة الأولانية. الحاجة التانية قصة إن طول ما أنا حاسس إن أنا هقدر أنفذ الشغل المطلوب مني من المدير الفني بتاعي اللي هو مستر موسيماني، وأقدر، مش عايز أقول، يعني عايز أقول مصطلح كويس اللي هو يتحسب عليا كويس، مش عايز أقول قصة إن أنا أقدر أجاري، يعني بس عايز أقول إن أنا هقدر انفذ التعليمات المطلوبه مني اللي اقدر اوصل بيها لمرمى الخصم، بحيث ان انا اخف الضغوط من عليا، سواء حتى لو عندي تقصير في الحته الدفاعيه، ان في عندي نقص في الحته الدفاعيه دي عشان اتغلب عليها، زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان طول ما انا في نسق بين نص الملعب والمدافعين، وبقدر اوصل الكوره للتلت الهجومي، واقدر افنش بيها حاجه هجمه خطر على المرمى او افنش بها جول، هشيل الضغط واخف الضغط من على خط الدفاع. طب يعني انا اقدر اقول من خلال متابعتك لفريق الوداد المغربي ومن وجهه نظرك ان دفاعهم حاليا مش اقوى حاجه؟ لا، مش اقوى حاجه. مش اقوى حاجه؟ لا. انا تابعتهم بشكل مباشر، وقبل كورونا وبعد كورونا. قبل كورونا وبعد كورونا. الريتم حتى انا عايز اقول، يعني بالرغم ان عندهم اطوال وعندهم اجسام، بس حتى الكور هم مميزين في الكور الثابته اللي ليهم، لكن حتى الكور العرضيه عليهم في منها، حتى انا بختص ليه الماتش ده بالذات، لان يعني دايما الماتشات اللي هي القويه هي اللي بتظهر، هي اللي بتبين كل حاجه. يعني يمكن الرجاء اتعادل معاهم في الماتش ده تقريبا في الدقيقه حاجه و90 تقريبا، ومن كره عرضيه ودخلت فيهم برضه. فدي هي ليها عامل برضو، مش معنى ان انا مدافع وجسم وطول والكلام ده كله فبيبقى ليه عيوب، والعيوب دي بتبان في الماتشات القويه. طب في تقارير مغربيه كانت طلعت من فتره كنا بنتكلم عليها ان الوداد فنيا مش افضل حاجه دلوقتي ومش احسن حاجه، ايه الغرض منها كده؟ لا، دي المسكنات دايما بيلعب عليها شمال افريقيا. يعني انا الواحد من واقع خبرته، انا لعب هناك في شمال افريقيا كتير، دايما بيلعب على الحته النفسيه، وزي ما قلت لحضرتك كده في الاول برضو، هما بيلعبوا على الحته النفسيه عند الفريق الخصم. طول ما الاستاد مليان وطول ما في تشجيع بيلعب عليها، وخاصه الحاجات اللي هي ممكن تستفز الفريق الخصم اللي هو او الضيف اللي جاي عندهم. مش عايز اقول قد امثله عشان برضو الموضوع ما ياخدش اكبر من حجمه، بس هما بيلعبوا على الحته دي، سواء على الميديا او على العامل اللي هو الجمهور جوه الملعب، فدايما بتبقى هما بيلعبوا على الحته دي، يعني دايما يدي كده خبر كده او شويه تقارير كده، بحيث ان هو عارف ان هو هتوصل للفريق المنافس فيبدا يسمعها، يبدا اللعيب يتاثر. لا، احنا ما اعتقدش ان اللعيبه بتاعتنا لعيبه فاهمه ولعيبه واعيه ودرجه كبيره ولعيبه منتخب مصر طبعا، فاكيد هم عارفين وفاهمين القصه واصله ازاي. يعني ممكن نسالك انت قبل، يعني ما تبقى لاعب اهلاوي كبير، انت مشجع اهلاوي كبير، فكره ان الشناوي باذن الله يشارك في المباراه طمنتك اكيد بشكل كبير. ربنا يوفق محمد الشناوي ويرجع من اصابته ان شاء الله، بتبقى خفيفه ان شاء الله، ما فيش اي حاجه، وخف كده بالسلامه ان شاء الله،
ويرجع لعرينه، وكل الدعم برضو لعلي لطفي حتى لو وقف هو برضو. علي لطفي الحقيقة يعني قدم مباراة قوية، ودايما أنا بقول، أنا عايز أقول لحضرتك يعني دايما بقول كده، الحارس اللي بياخد مشاركات متتالية بيخف الضغط من عليه، فبيبدأ يرجع ويعلى في مستواه. لو هو بعيد عن مستواه بيرجع لمستواه، ولو هو مستواه قل بيبدأ يعلى ويرجع لمستواه العالي. فكل الدعم ان شاء الله لمحمد الشناوي والعلي لطفي ومصطفى شوبير ان شاء الله، ايا كان هو مين هيمثل النادي الاهلي في حراسه المرمى، ان شاء الله ربنا يكرمهم جميعا كده ويرجعوا لنا بالمكسب ان شاء الله. الحقيقه ان احنا نشوف علي لطفي اصلا بالاداء ده وواقف في الملعب، فعلا تحس ان هو بقاله فتره بيلعب، يعني ما تحسش ان علي لطفي كان قاعد ورجع، وده يدل على احترافيه اللاعب ده وعلى قد ايه بيتدرب ومدى جاهزيته ان هو اي وقت الاهلي محتاجه فيه هيكون موجود. زي ما اتكلمنا برده من شويه قلنا مستر موسيماني بيلعب على الحته النفسيه، ومستر كان قبله مستر نيفيلا بيلعبوا على الحته النفسيه. انا عايز اشكر برده مستر ميشيل يانكون طبعا، برضه عامل مجهود جبار كبير جدا مع حراس المرمى، مع حراس المرمى من بدايه ما هو اشتغل في النادي الاهلي، وهو تمسك بالنادي الاهلي يا كابتن، والنادي الاهلي وجماهير الاهلي تمسكوا بيه طبعا. دي انا عايز اقول لك حاجه يشكر عليها جدا، يعني النادي الاهلي دايما بيحط الناس اللي زي كده اللي بتحب النادي الاهلي حبا خالص بتحطها في مكانه معينه وفي برواز معين كده، وبتدي له وضعه مكانته، بس كل ده من خلال النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي طبعا. فعايزه برضو اشكره انه على مجهوده الجبار مع محمد الشناوي ومع علي لطفي ومع مصطفى شبير، وايا كان برضو الحارس الرابع برضو مصطفى حمزه تقريبا او حمزه علاء حاجه زي كده، مش فاكر الاسم عشان انا اسف يعني. فعايز اقول له مجهود جبار يشكر عليه برضو. النقطه الاخيره ان هو زي ما مستر موسيماني برضو اشتغل على الحته النفسيه، في اكيد جزء كده او في لينك بين مدرب الحراس دايما وبين الحراس بتوعه كلهم الثلاثه الاربعه، لازم يبقى فيه لينك. وهو ممكن يكون بيلعب على الحته دي بعيد عن ان هو بيستخدم ادواته صح في التدريب مع علي لطفي او مع الشناوي. لو بنتكلم على المهارات الفرديه، شايف مين مفاتيح اللعبه او كي بلايرز بتوع النادي الاهلي في مباراه زي مباراه الوداد؟ مين الاهلي هيبقى معتمد عليهم بشكل كبير؟ بص، هو انا مش عايز اتكلم في النقطه دي، لان برضو في ساعات يعني في ناس بتتفرج على قناه النادي الاهلي وتستغل الحاجات اللي ممكن خالص. لا مش قصدي حاجه، يعني كان في وقت من الاوقات شفت تصريح لخالد علي في ايام صن داونز، قال احنا بنشكر قناه النادي الاهلي انها عرفتنا ازاي نلعب النادي. مع احترامي الكامل للتصريح اللي اتقال، بس انا بتكلم في نقطه ان شاء الله ايا كان اللي هيأدي، سواء كهربا ان شاء الله ربنا يتم الشفاء على خير، حسين الشحات، اللي انا اقصده القايمه طلعت وفي نجوم كتير في نادي الاهلي والفريق كله نجم، ولكن دايما بيبقى فيه ايه، كل حد من وجهه نظره. حضرتك دارس من الواضح، دارس الوداد وشايف الهجوم والدفاع وان الدفاع مش قد كده الفتره دي. طيب مين عندنا اللي هو ممكن يبقى كي بلاير ان احنا نستغل الحته دي؟ مين اللعيبه؟ انا يمكن قلت لحضرتك بين الفصل تقريبا لو بادجي فايق في الوقت ده يقدر ينفذ ويترجم كل الجمل التكتيكيه او الفنيه اللي ممكن تطلب من اللعيبه جوه الملعب، لان اي نقطه اي جمله تكتيكيه او فنيه ممكن تتعمل جوه الملعب نهايتها هي المطلوبه طبعا. المطلوب هي النهايه، مش المطلوب ان انا اقعد انقل جوه الملعب وخلاص وابقى فرحان ان في ايه، في استحواذ سلبي دايما بيتكلموا. حتى كان من فتره كده بيتكلموا على بيب جوارديولا على حته الاستحواذ، وبيهتم جدا بحته الاستحواذ. ما هو في وقت من الاوقات انا الاستحواذ مش هيفيدني في حاجه، هخسر، ما عملتش حاجه بالاستحواذ. الاستحواذ مش هيديني 3 بونت، ممكن يديني بونت لكن مش هيديني 3 بونت. لكن في وقت من الاوقات ايه اللي يترجم الاستحواذ ده ويخلي ان في متعه وفي جمال وفي حاجه الواحد حاببها كجمهور اتفرج عليها، حته ان انا اترجم الاستحواذ ده ان انا احط الكوره جوه الجون. طالما حطيتها جوه الجون ايا كان بقى اللعيب اللي هيحطها، بس انا بتكلم كمفاتيح لعب ان انت مثلا ممكن تعتمد عليهم مثلا ان هم يترجموا لك القصه دي كلها. انا بتكلم في ان اليو باجي لو هو فايق في الوقت ده وفعلا كل الفرص اللي بتجيله
هيقدر يحرزها. لو قدر يخلصها ان شاء الله يعني هنرجع بمكسب كبير ان شاء الله من نادي الوداد ان شاء الله. ان شاء الله. الفتره اللي فاتت يمكن شفنا تغير كبير وتطور كبير للعيبه من النادي الاهلي. خليني اقول لك على كذا اسم كده وتقولي كنت متابعهم ازاي. كهربا مثلا، كهربا يعني كان الريتم بتاعه بدا يعلى، بس طبعا موضوع الايقاف هو اللي وقف. بس بعد الايقاف بقى، بعد الايقاف الريتم بيعلى واحده واحده. صح. وطبعا عايز اقول يعني ان زي ما قلت برضو ان كل ما بتدي اللاعب نسبه مشاركه اعلى اللاعب بيقدر ياخد المساحه وياخد الحريه وياخد حريه الابداع ان هو يطلع كل المهارات اللي عنده وكل الفكر اللي عنده بيعلى معاه. يعني كهربا الفتره اللي فاتت ناقصه بس حاجه بسيطه، انه التهديف بتاعه في الفرص اللي هي بتضيع هي اللي ايه تخليه يظهر، مع ان في اهداف بيجيب اهداف وكل حاجه، بس في حاجه اللي هو ايه عايزين نوصل لنسبة 9 من 10. هو واصل 7 من 10، واصل 8 من 10، لا انا عايز 9 من 10، لاني مش هقدر اقول 10. مفيش لعيب كوره بيكمل ب 10 من 10 لان بيبقى عنده اخطاء وعنده دروبات، لا انا عايز اوصل 9 من 10. لان انت لعيب بحجم النادي الاهلي وبتمثل النادي الاهلي لازم دايما بتوصل لاعلى. محمد هاني يا كابتن كان عامل مباراه رائعه، مباراه بيراميدز. محمد هاني انا عايز اقول له يا ريت تثبت على اخر مباراه ليك، وبالذات ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز طلع كل اللي عنده زي ما بقول كده، عارف اللي هو ايه ممكن تبقى الخطوبه وشها حلو عليه الفتره اللي فاتت فبارك له طبعا على فخليته نفسيا كده في ان هو يطلع اجمل ما عنده يعني في المباراة. ومروان محسن المباراه اللي قبل اللي فاتت كمان مروان محسن كان فارق جدا. انا يمكن قلت في وقت من الاوقات كده برضه كنت مع يعني باكد على كلام كابتن عماد متعب في تصريح من التصريحات، اثبت على الحاجه او دور دايما على الحاجه اللي هي بتطلع احسن ما فيك. اثبت على الحاجه او دور على الحاجه اللي هي تخليك تطلع احسن ما فيك، لكن ما تجيش تمشي على سطر وتسيب سطر، لان جمهور النادي الاهلي ما بيستناش. جمهور النادي الاهلي دايما عايز افضل حاجه على طول. احنا شايفين الحقيقه كمان الاخر 3 مباريات دول اللي هم كانوا تحت قياده موسيماني، احنا شايفين الفريق كله في قمه تركيزه وقمه استعداده، وكانها رساله مطمئنه للجماهير ان احنا باذن الله رايحين ماتش الوداد واحنا هنقدم اقصى حاجه عندنا، وان شاء الله باذن الله نشوف اللعيبه زي ما هم معودينا رجاله في الملعب، وباذن الله يكون الفوز من نصيبنا يا كابتن. انت كنت بتقول ان في مشاكل في دفاع الوداد، وخليني استغلك بما انك بقى متابع الفريق وقبل كورونا وبعد كورونا، شايف هجومهم ازاي؟ الهجوم بتاعهم دايما يعني انا بتكلم، فحتى لاحظت ان هم حتى بيحبوا يعني يلعبوا على الكور العرضيه، يعني سواء في سرعات على الاطراف عندهم، بس بيلعبوا بيطلعوا بكور طوليه دايما على الاطراف، او الباكات بتاعتهم يلعبوا كوره على الباكات، ما بيلعبوش في نص الملعب كتير، ما بيحضروش كتير في نص الملعب. مش عايز اقول ان هو ممكن يكون الكواليتي بتاعتهم جوه او في نص الملعب مش عاليه قوي، او ممكن يكون تكتيك مدير فني ان هو دايما بيبقى على الاطراف، يعني الباك بيلعب مع الهاف بتاعه بس كور طويله ويستغل سرعاته، مع ان مش شايف السرعات المميزه، بس بيلعب على النقطه دي، بيلعب على نقطه برضو ان هو يلعب في عمق المدافعين بتوع الخصم دايما، وبيلعب على الاخطاء بتاعه المدافعين دايما. يعني مثلا ممكن نحط اي فرويد، انا مش متذكر الاسامي عشان ما اقولش اسامي غلط، بيلعب على النقطه دي ان هو يلعب في قلب الاثنين المدافعين، يحط معاه فرويد ممكن يعمل كره مشتركه، يحصل اخطاء من المدافع، او الكره يحصل تخبيط فيجي الفرود الوهمي او اللي بيلعب بيه من تحت يجي ويكمل على الجول. دي حاجه. الحاجه الثانيه دايما زي ما بقول لك كده، الباك سواء الباك اليمين او الباك الشمال بيلعب دايما على الهاف بتاعه، وبرده بيستحوذ على الكره باي شكل كان، ويبدا يعمل كور عرضيه، وبيدوروا دايما اغلب اوقات المباراه بيدوروا ان هم ياخدوا فاولات كتير في الثلث الاخير. هم دايما بيدوروا على النقطه دي، او بيدوروا ان انت لو هو بيلعب ضغط عالي كمان بيدور ان هو يخلي المدافع يغلط ان هو ياخد ضربه
حرة مباشرة أو دايما بيدور على الهال كورنر مثلا أو الفاولات الجانبية اللي بتبقى فيها خطورة بعرض الملعب. طب شايف نفسيا خسارتهم للدوري قدام الرجاء هتأثر عليهم إزاي؟ إنه لا أنا بقى كده محتاجة أكسب، ولا إنه يعني نفسيا هيبقوا أقل؟ أنا عايز أقول إن هي سلاح ذو حدين، مش ملهاش مقياس. يعني دايما الفرق اللي بتنافس أو شمال أفريقيا عامة، مش عايز اقول مصطلح برضو يتناسب معاهم برضو، بس بيبقى عندهم حته ان هو في صراع دايما في اول ربع ساعه واول ثلث ساعه ان هو يفرض سيطرته على الملعب، سواء بخشونه باجبار بارهاق يعني في حاجه اسمها ارهاب كوره كده، يعني بيعملوه دايما جوه الملعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه هم بيلعبوا على الحته النفسيه دايما، حتة نفسية فيها برضو انا قلت لك في جزء ناقص منها اللي هي حتة الجمهور. نفسيا برضو ما اقدرش اجزم 100% ان هو برضو ممكن تأثر عليهم، ممكن تأثر في حدود 30-40%، لكن ما تأثرش بنسبة كبيرة، لانه برضو فرقة بتنافس على بطولة والماتش على ملعبه. لو انا عايز اقولك ان كان الموضوع ده او الماتش ده اللي اتلعب وخسروه كان مثلا قبل ماتش العودة، كنت اقولك بنسبة كبيرة تقارب ال 80-90% ان هو جاي، انا بقول لك هيخسر. طب لكن هو الماتش على ملعبه، فممكن يبقى فيه يعني في ريسك في الموضوع. حاسك شايف المباراه هتبقى فيها التحامات قويه في الملعب، مشدوده قوي في الملعب، مباراه الاهلي والوداد. ليها سببين. السبب الاولاني قلته، هم دايما عندهم الحميه بتبقى طب. اول ربع ساعه ولازم يعمل عليك بلغه الكره في كارت ارهاب كده في اول ربع ساعه، سواء عليك على الحكم على اي على المنظومه الموجوده جوه الملعب كلها. ده هو شمال افريقيا كلها كده، ده الريتم بتاعه. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو يعني مش عايز اقول المصطلح برضو اللي هو يتناسب مع الموضوع، هم كده يعني هم طبقهم كده. هو الربع ساعه الاولانيه دي دايما عندهم بلعب على النقطه دي. النقطه اللي انا افتكرتها حالا دلوقتي، في ماتش سابق قبل كده 2017 كان في نهائي بيننا وبينهم، فهو بيلعب على النقطه دي. هو متخيل ان احنا برضو معلش انا جاي عايز ارد الطار، عايز ارد الطار وكل حاجه، بس انا عايز اوصل لبطوله مش جاي اتخانق. طب تقدر تتوقع سكور نتيجه المباراه ولا اقول؟ يعني ان شاء الله 2-1 للاهلي. ان شاء الله يا كابتن. مش عارف يعني تيجي تقولي لي لا 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 واحد ان شاء الله 2-1 للاهلي. ان شاء الله ان شاء الله. وبشكر حضرتك جدا كابتن عبد الله جعيل، كنت منورني النهارده وافدتني كتير، كلام كتير عن فريق الوداد، وبنتمنى باذن الله يكون المكسب لينا. بشكر حضراتكم جدا على المتابعه. خلاص يعني ساعه ونص ويكون باذن الله فريق الاهلي في المغرب، وان شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق ويرجعوا بالمكسب باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعه.